صباح النور وصباح الصواب والصلاة على الرسول، وتصبحوا وانتم عرايس، وتصبحوا وانتم الفايس، وتصبحوا وصبحوا وحنا حجاج. كيف بقيتي ولاباس؟ كيف بقاو الميمات؟ تنتمنى الله تكونوا كلكم على خير، بصحة جيدة ومرتاحين ومهنيين ومسلمين. من حبيتي تكون مرتاحة؟ مرتاحة تبقى ما شاء الله عليك رامية الهم بالدنيا، ناشطة فرحانة في أي ظروف. كاين الحل. شنو هو الحل؟ الحل هو ما نبقاش ما نبقاش تابعة حماتي. قالت لي شوف حماتي شنو دارت لي، هي حرشت الراجل، هي قالت له، هي دارت الولاد، هنا النهار اللي صبت عندها الولاد شنو دارت لهم، هنا هنا هنا. هذه حاجة ما نبقاش تابعة لوستي، اشنو دارت لي، اشنو قالت لي، شوف شنو شرات، شوف شنو دارت، ولا شوف المسمومة، شوف الدائرة، شوف الفعلة، وانا تنتحك هي لداخل مع راساتي والناس ما جايبين لي اخبار. ما نكدش على مرات خاي هي داخلة سوق راسها ومرتاحة ومهنية، وانا نبقى تنحفر نحفر نحفر، فين نطيحها، فين نطلقها، فين نمشي نشعود لها، فين نهججها، فين نخرب لها بيتها، فين نطلق له مراته باش يبقى دائما محتاجني، باش نبقى انا هي اللوسه المزيانه. ما نشوفش وحدين اخرين كتر مني ونبقى نتحك هي مع راساتي انا وانا. لا، دائما تنقولها ونعود ونعود ونعود، كل ما اهتميتي براسك داخل النفسيه هي اللي تتخرجنا على الوجه. كل ما حفظت على راسك الشكل يعني الخارجي اللي كتب الله، كل ما ديتيها هي في همك كما تنقولوا في مشاكلك الدخلاني، شوف لهم الحل، شوف كيفاش دير لراسك، عندك الوليدات قابلهم، عندك الراجل قابله، قابل راسك، خلي الوقت ديالك ما تخليش الفراغ باش تبقى مقابله لي هذه لوستي، هذه مرات خاي، هذه حماتي، هذه نوطي، علاش هي داير لها الراجل، ياك هما خوت، وعلاش انا ما مهليش فيا وهي داير له، هي فعله، هي ونوض ما نخلي ما ندير، وحسبي الله كاين اللي تيوصل به الضو حتى للشعوذه باش تيطلقوا عيالات خوتهم، تيكونوا مهنيين مسليين وتيطلقوهم. ما تيشوفوش بان كل شيء تيرجع في الدنيا وعاد في الاخره. ما نخليش الفراغ والشيطان يوسوس لي في راسي ونبقى نتمادى دائما للحاجه اللي ماشي ديالي، باش تكون مرتاحه وتكون تبارك الله مهنيه مسليه، ما محتاجه يعني الوقت ديالك مذهب نعمر وقتي. ما نبقاش نتمادى، عمرك نصيحه مني واياكي تتمادي الاشياء ديال الاخرين واخا تكون هي فنتة، تقول علاش هي عندها داك الفنتة دايره هكداك، والله حتى ندير انا محسنة ونحيدها لها وندير انا بحال، عمرك ما تربح. خاصة دابا هاد المصائب ديال هاد الفيديوهات وانستغرام وكلشي، الله يكون معنا الجشع. كل وحدة تدخل عند وحدة خصها هي ما تطير لها، خصها تاخذ هي الفكرة، خصها تكون هي اكثر منها، خصها خصها خصها. زدنا كملنا، اما زمان كنا اللي تيقرا تيقرا، اللي تتخدم تتخدم، في العطلة تيدفعونا يتعلموا الصناعات، في وقت الصفر صفر، وما مساليينش لهاد المصائب اللي ولات دابا دابا الله يكون معنا تزاد شي كتير وحدة اخر، باش يخليك الا كنتي ما حمداش الله تتحك هي مع راسك، وما قنعاش نهائيا نهائيا، ما قنعه لا باللي عندك، ما قنعه بالشكل ديالك، ما قنعه بلبسك، ما قنعه براجل، ما قنعه بلولادك تشوفهم ماشي بحال الاخرين. اهتمي براسك وهديها في راسك وشغل وقتك، شغل شغل شغل، تنقول لكم شغلوا بوقتكم، ماشي نقيل مقابله هذه ومقابله هذه، وخصني نتف من هذه وخصني نحيد من هذه وخصني، راه الا خديتي واخا تنقول لكم هيف انت بوحده خو وخديتيها، عمرك ما تربح، ما تربحش، واخا تقول مثلا مثلا والله ما تتربح. لهذا نقنع باللي عندي ونحمد الله باللي عندي ونعمر وقتي ونديها في راسي ونديها في صحتي ونديها في كل شيء ديالي انا، وديك الساعه تشتي الاخر يعوم في بحره باش تنعيش مرتاحه مهنيه مع راساتي. الحمد لله ما ناخذ حتى شي واحد شي حاجه باش ما يجينيش الاذى، واخا ديك الانسان ما يدعيش عليك الله تعالى فوق منك تبقى تاخذ الاذى دنيا واخره. هذا تنقول لكم هي ما مثلا بسيط، يعني بسيط،
لا عمرني ما نتمادى الحاجة واحدة أخرى ماشي ديالي ونسبها ليا، أو هذه هي أبسط الأشياء. مثلا واحد السيدة كانت شهوتة في واحد الحاجة، نوض أنا والله تنسبخ أنا ناخدها ونديرها وهي ما تواتيهاش وهي ما تستاهلهاش، باش نبان أنا ونبان محسن منها وندير. لا، زين قلبك وحمد الله على اللي عطاك، وكيف ما قلت وعاودت عمرنا ما نتمداو الاشياء ديال وحدين اخرين، باش الله تعالى تيبارك لنا وتعطينا السر وتيصوب لنا حياتنا وتنحبدوه ونشكروه وتنزل علينا رضا ديالو. تنتمنى على الله تكونوا استفدتيو، وكما تنقول دائما واللي عندها مامتها حبيبتها تهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم مامتي وام سيدنا محمد. تنحبكم لله، والفيديو الجاي بحول الله. فوالا شفتي هو هذا الفيلاج منين نبداو تنكملوه، بصح تنصيبو فيه كلشي كلشي. يعني انا تعجبني يعني فيه لي بوتيك، ما فيهش ديك لي غون ماغازان بحال اش ام والسياف، ديك الشيء ما تعجبونيش. هكذا لي بتي بوتيك هما اللي تيجيوني على قانتو، كل واحد وذوق في الصراحه. فوالا انا هكذا اللي تعجبني، باش نضرب الدور من لهيه ونشوف شنو كاين وناخد نمشي للباتيسري دابا. شفتي ولي بتي بوتيك تتكون ما فيهمش الناس، تشوف على راحتك وحويجات نقيين. انا نسالي التصوير عاد ندخل. فوالا هذا على جيت، هذا هو المكازا ديال السوتيامات اللي تناخذ منه سوفيتون، هذا هو. نسالي التصوير ونجي. رائع واخا البرد، ولكن شتي هو المكازا ديال العطر كلشي كاين.